عدل موجود كافيهات في الفنيين اللي احنا بنطلبهم، فاحنا بنحتاج نعين الاف الفنيين، من كل 100 بيتقدموا ما بنلاقيش 5 عندهم الكفاءه. فمهم جدا لتطوير الاقتصاد وتطوير الصناعه والنهضه الصناعيه لمصر انه يتم الارتقاء بالتعليم الفني. اي استثمار بعمله في التعليم الفني بيعود عليا وعلى المجتمع، لان انا كشركه بلاقي عماله ماهره، الشخص اللي بيتخرج من المدرسه بيلاقي شغلانه وشغلانه بيفهم فيها ويقدر يشتغلها، فبالتالي بيدخله دخل على طول مباشر، ما بيقعدش يدور على شغلانه، دخله دخل بيصرف على اسرته، فبتلبي احتياجات الاسره كلها. فالتعليم الفني اساسي. انا مش شايفه ان التعليم الفني يعني ده هدف استراتيجي لاي دوله عايزه تنمو. من شان هذه المبادره من خلال رفع كفاءه العمل المصري انها تنمي الصناعه المصريه، تزيد من قدرتها على المنافسه من خلال زياده انتاجيتها، وبالتالي تخفيض تكاليف انتاجها والقدره على المنافسه في الاسواق الداخليه والخارجيه.